يسأل عن قراءة القرآن في الطواف. طيب، في الطواف تدعو أو تقرأ القرآن أو تشتغل بالذكر والتسبيح والتهليل والتكبير، هذا يعني كله سواء إن شاء الله، كله ذكر، سواء تتلو القرآن أو تدعو في كل الطواف، تشتغل بالدعاء أو تشتغل بالتسبيح والتهليل والتكبير، كله سواء، كله ذكر لله سبحانه وتعالى. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.